السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم درس ديال الخياطة ديال هاد الجلابة. هذه هي الترويمة ديالها. طرزتها على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. دخلت فيها جوج دلوان، دخلت فيها الكرونة يعني غادي المارو بهذا الشكل هذا، والبيستاج ما دخلش اللون ديالها كاع. والترويمة ديالها درت هاد العقاد يعني اللون ديال الجلابة الخزي، ودرت مفتل، ودرت الطرسن، طرسن ومفتل، يعني غنبقى نخدم مفتل ونتبعو بالطرسن باش كيعطيني الشكل ديال الضفيرة. وملي كنحلو مزيان الخيوط يعني باش مكيبقاش مبرومين، كيعطوني هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال الضفيره كما كتشوفوا معايا. يعني ما كنلاقيو طرسن ومفتل كيعطيو الشكل ديال الضفيره، وهما اللي غادي ندوز فراس لكم في المونتاج كما تتبعوا معايا الفيديو. وكندوزو الكمام وكنتبعوهم بالقب، يعني غنخدمهم مجموعين حيت الجلابه غير نص طوق. انا خادمه لها هذا هو الصدر ديالها نص طوق، وخدمت الكمام. على هذا الشكل هذا يعني جاو ثلاثه طرزات، جاو في هذا الصدر من لهنا ومن لهنا، وهذا هو اللون باش طرست الجلابه. دخلت هذا البيستاج هذا كما كتشوفوا معايا. ودخلت هذا اللون هادو يعني اللي في الشال باش ما تحيروش. كتاخذوا الثوب ديال الجلابه كتشيو تراوموا عليه الشال اللي غادي ديروا او دره، وهما الالوان اللي كيفرضوا عليك شنو باش ترزوها. وغادي نخيطها بالسبيب يعني شفاف، غير هو اللون غالق ماشي الابيض باش ما يبانش ليا. والخيط خلاص راه غادي نديروه في الكانيط من التحت. بسم الله على بركة الله. غادي نبدأ بالقب، والقب كنبداو كنحطو الجهة ديال الكفة ديالها باش من كنقلب كيبقى ليا الوجه هو اللي عليه الصنعة، حيت ماشي سفيفة هذه باش نطرقو هذاك العيب. ملي كتكون عندنا السفيفة تيكون العكس، يعني تنخدمو من الكفة وكنتنيو التوب على الوجه باش كنحطو عليه السفيفة. هذا غادي نخدم على الوجه باش نتني الحاشيه كما تتبعوا معايا. انا كنبدا بالمفتل، ندوز على القب، على الوجه ديال القب، ونتبعوا بالكمام.
ونفس الكابل اللي انا غادا به او المفتل، يعني من القب تبعت به الكم على الواجهه كما كتشوفوا الجهه ديال الطرز، عندوز عليه ونشد عليه الكم الاخر باش كتكون عندي خدمه واحده. ودابا من بعد ما دوزت القب ودوزت الكمام كنرجع للبدايه ديال القب، وكنتني هذاك الثوب بحال هكا كما كتشوفوا معايا، وغنخلي المفتل باين باش ننزل عليه الطرسن وندوز على القب والكمام. وكيجي على هذا الشكل، هذا كيجي بحال الضفيره، وانا ما سرعت لا الفيديو لا والو، خليته كما هو كما مدوزه بشويه باش حتى اللي اول مره تخيط باش تعرف الطريقه زعما بالتفاصيل ديالها.
ومن بعد ما دوزت المفتل ودوزت الطرسن ارجع للمفتل تاني هو اللي غادي نركبو على الطرسن. كما كتشوفوا معايا دوزت المفتل ومن بعد الطرسن ومن بعد عاد دوزت المفتل هو الثالث. دابا غادي ندوز الطرسن باش كيبقى يعطيني شكل ديال السفيفه دايره بحال السبوله. على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا طرسن مفتل طرسن مفتل كيعطي بحال الشكل ديال الضفيره، وكيبقى الاختيار ليكم. كتقدروا تطوبلوها، كتبداو بالمفتل هو الاول وكتبعوه بالطرسن، من بعد المفتل من بعد الطرسن، المهم المفتل كيبقى هو الاخر. كتقدروا تدوزوا واحد ربعة الخطرات خمسه على حسب الشكل وعلى حسب السمك اللي بغيتو فديك السفيفه او ديك الصنعه اللي بغيتو تخليوها، عاد كتحبسوا وكتطبقوا حتى النص طوق بحالها.
وكما تبعتوا معايا في الفيديو ملي كنسالي كنجي وكنفرق كنكرانيهم ب كندير عليهم لا ريطمو ما بين الكمام وما بين القب، وعاد كنقطع بحال هكا باش كيبقاو عندي الكمام فينين بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. وغادي نتني القب على الوجه يعني السفيفه كنخليها من الداخل وكندير ثمان ربعة الصبعان وكنطرقهم، عاد نقلب القب باش نكمل الباقي ديال القب. ومن بعد عاد كندخل الصنعه لداخل، وهذا القمقوم هذا اللي كنكونوا درنا واحد ربعه الصبعان طرقناها لداخل باش ما كتبقاش باينه في الجلابه، وهذيك الباقيه اللي طالعه حتى الكفه هي اللي غادي نسدها وغنسدها باش تجي مخبيه تحت القب. ومن بعد ما لقيت القب كنهبط فيه في ديك الوسط ديال الخياطه كما كتشوفوا معايا، كنهبط في الدرسن ومفتل باش كتجيني بحال الضفيره بهذه الطريقه هذه. وهذه هي الطريقه ديال القب باش دوزتهم ودوزت معاه الكمام يعني فينيتهم كما شفتوا معايا حطيتهم. دابا غادي نحط الوجه على الوجه ديال الربوع بجوج ديال الجلابه، وغادي نشد حتى لحد الطرز لتحت كنحسبوا ما بين على حسب، الا كانت المراه قصيره كديروا 35 هي اللي كتخلوها محلوله في نص طوق، والا كانت طويله كتخليوا 40. وكنسدو من تما وكنهبطو رجلي النيشان كنهبطو بالخياطه.
ودابا غنبداو بالربع في الواجهه كما قلت لكم، حيت ملي كتكون غير طراسل كنخدموا الخدمه على الوجه وكنتنيو هذاك الحاشيه وكنهبطوا على الحرف على السورجي. دابا بديت بالربع، يعني كنجي من جهه الكول، من جهه التقويره ديال الكول كنهبط بالطرسان بحال هكا بهذه الطريقه. هذه انا مخليه 40 في النص طوق على حسب الطوله ديال السيده كتمشي، وانا قلت لكم ما بين 35 حتى 40. كنجي لهاد الملاقيه كما كتشوفوا معايا وكنفتح هذيك الخياطه اللي لقيت باش كنهبط في الوسط ديالها، وتتبقاو غادي نرد معها البال. من تما كنهبط كما كتشوفوا معايا من الواجهه كنكمل فوق الخياطه بالمفتل. كنكمل بهذه الطريقه، نتمنى الشرح يكون واضح، وكنحاولوا نجبدوا الثوب باش ما يجيناش الطراسل مكرشين، وكنهبطوا بهذه الطريقه. انا مشيت بشويه حتى في الخياطه، ما زربتش يعني وما زربتش حتى الفيديو، يعني خليته على طبيعته. وحتى الخياطه انا غادي بشويه باش كنوريكم اليد كتكون من مور الماكينه ويد كتكون القدام، والكابلي خلاص ولا الطرسان تيكون فوق العنق ديالكم، وكتكونوا حليتوه من داك التكراش ديالو، كتهبطوا كتبقاو تسرحوا بهذه الطريقه وتجبدوا الثوب باش كتجي الخياطه نازله كما تشوفوا معكم. وهاد الجهه هبطت بها بالمفتل وهبطت كملت على الخياطه. هاد الجهه الاخرى اللي ما فيهاش ناخذ المفتل غير من القنت من نص الطوق، من تما ناخذ المفتل باش نطلع به جهه الكول باش يولي عندي هذاك نص الطوق فيه المفتل من هنا ومن هنا، ومفتل واحد هابط في داك الخط الوسطاني اللي انا ملاقياه. نتمنى الفكره تكون وصلت. ودابا من بعد ما هبط خط الوسط ديال المفتل وداز في الربوعه بجوج، دابا غادي نتنيو الجهه ديال الربع باش نهبطو بالطرسن من هاد الجهه وغنكملو فيه حتى الجلايل.
ومن بعد ما خرجت به حتى الجلايل بديت تاني من الجلايل تاني وتمي طالعه باش كتكون عندنا بحال السفيفه بحال هكا وكتجي نازله كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، حيت كنكون دايره يد من مور الماكينه ويد قدامها باش كنكون جبد الثوب باش ما كتجينيش الخدمه مكرشه. وملي كتشيل المصلوح يعني بحال غير كيصلحها كيقاد الثوب مزيان، ولكن من تملي واخا تصبن واخا اي حاجه ما كيتكرش لكمش الثوب وما كتبقاش تشد لكم الجلابه. ولا قدر الله كيكون واحد وقت البرد كتصب الشتا، كاين شي انواع ديال الجلابه كتلقى الا صبت غير الشتا كتكرش كلها كتكون من القدام كتكرش، الا الا جبدتو الثوب بهذه الطريقه كتبقى قد فازقه قد ناشفه كتبقى هي هي. ومن بعد كيما شفتوا معايا كندوز بالمفتل ونعاود بالطرسان ونعاود بالمفتل والطرسان، يعني كيولي عندنا واحد كنكونوا واحد السفيفه بهذه الطريقه هذه كتكون تهبط من التحت كتكمل الجليل وكنطلعوا من الجليل للفوق. دابا غادي نخدم غير النص طوق بوحدو، غادي نهبط بالطرسان ونجي على النص طوق وندور ونطلع واحد جوج خطرات نهبط بالطرسان ونعاود بالمفتل باش كنعزلوا نص طوق على الجليل. وهذه الطريقه كما قلت لكم كتجي نازله وكتجي يعني مسرحه بلا مصلوح بلا والو. هذه الطريقه اللي قلت لكم اللي زدت راه هبطت بالطرسان ومفتل ودرت، وهبطت بالطرسان ومفتل تحت منه شي شويه ودرت باش كيتعزل لينا هذا المسطوق، وكونت منه واحد الدائره بهذه الطريقه. يمكن لكم الدوره غير عادي مربعه. وكتجي خدمه مفينيه وكتجي خدمه نقيه. دابا ها نص طوق هما هادو، انا جمعتهم لقيتهم الخدمه ديالهم مسرحه هابطه حتى لتحت، وخلاص الكم مجوج والقب حتى هما هما مخيطين مصايبين. دابا غادي نمونطي الجلابه عادي على لاقي الكتاف وندوز بمفتل ونعاود بالطرسان في الكتاف، ونفس الطريقه ثاني باش ندوز التركيز ديال الكم مجوج. كنحطو الظهر يعني حنا الجهه اللي كديري فيها الطباشير، هذا هو الظهر، هذيك هي التقويره اللي دايزه ديال الكو ديال الكفه، وهذو هما الكتاف. كنحطو الوجه هو اللي من جهتنا من جهه الماكينه هو الاول، وكنجيبو الربوع اللي سديناهم وتندير لهم وجههم لتحت باش كنلاقيو الوجه مع الوجه، وعاد علاقي الكتاف.
ومن بعد ما لقيت الكتاف مع بعضياتهم عاد حليت داك الخياطه كما كنقول لكم كنعزلو، راه غير الصوره ما تشدتش معايا واضحه، يعني كنفتح هذيك الخياطه باش نحل الخياطه من التحت ديال الكتاف، كندوز مفتل ونسد معاه حتى الكتاف الاخر بحال هذه الطريقه، ها هو حتى هو عندوز عليه، ومن بعد نعاود بالطرسان. وهادو هما الكتاف كما شفتو معايا، كندوز بمفتل ومن بعد كندوز بالطرسان، وكتجيني بحال الشكل ديال السبوله، وكندوز على هاد الكتف بحال هاد الطريقه هادي، وكنشرك معاها الكتف الاخر، وكنخلي واحد الفرق اللي غادي نجيها بالمقص وكنفتحهم. ومن بعد كنشد الجهه ديال الكتف، كنقسم لكم على جوج، وكناخذ هذاك اللاكس ديالو من الفوق ديال الكتف كنحطو، كنهبط نخيط من الامام ونرجع من الخلف حتى كيخرج باش ما كيخرج ليناش الديكالاج، ومن بعد كندوز له حتى هو مفتل وندوز له الطرسان باش كتجيني بحال الشكل ديال السوله دايزه في التركيز.
وكتجيني بهذه الطريقه هذه. ومن بعد عاد لقيت يعني تحت الباط وحطيت عليه مفتل وطرس اللي هبطني حتى الجلايل صافي، وجمعت عليه خيط حتى لتحت، وكتعزلو غير بلاصه الجياب وبلاصه الفتاحي لتحتي اللي كنت عندو الفتاحي. وخديت تاني من تحت الباط تاني وخرجت الراس لكم صافي، وعاد رجعت على الواجهه وهبطت بمفتل وطرسن باش فيني تجناب. وهذه الطريقه ديالكم ها نتوما كما كتشوفوا معايا، باقي ما كاين لا مصلوح لا والو، كتجي مسرحه وكيجيو الطراسن رايمين على بعضياتهم والمفتل. وكنجيو لهاد الحاشيه اللي لقيناها وكنفتحوها بحال هكا وكنضربوها بشي حاجه ثقيله، المهم انا غادي نضربها بالمقص، يمكن لكم تضربوها باي حاجه باش كترم مزيان بحال هاد الطريقه هذه. ومن بعد عاد نفينيها، وانا راه كنكون درت لهم لا ريتمو في الحاشيه ديالكم كما شفتوا معايا في الاول قطعت، دابا كنمشي عليهم بلا ريتمو مزيان من هاد الجهه ومن هاد الجهه كتشد باش كتجي مفينيه. وحتى لكم الاخر غنديروه بنفس الطريقه. وملي كندوزو بالريطمو كنفينيو بحال هكا بالمقص الا كان شي خويطات الا كاين شي حاجه. ومن بعد ما كنفينيو عاد كنرجعوه كما كان وكنرجعو نضربوه بحال هكا باش كتجي رايمه وفي الصليح كتجي مقاده مزيان. وهذه هي الحاشيه كما كتشوفوا معايا اللي هابطه، يعني مفتل وطرسن كتجي مفينيه. النص طوق كما كتشوفوا معايا ها هو كيفاش كتجي مسرحه ومقاده مزيان صافي. من بعد ما جمعت الجلاب ولصقت ليها الكمام، وهذه الطريقه ديال القب.
حتى هو من بعد ما لاقيته خدمت له مفتلو الطرس ندوزت له على الحاشيه، عاد لصقته كيما شفتوا بحكه بالخياطه، ورجعت على الوجه عاودت عليه وكيجي مفيني. وهذوك السميطات اللي دايرين كنهبطهم بهذه الطريقه هذه باش كنعقدوا عليهم. وهذه الطريقه كيفاش كتجي الجلابه. كنتني ورجعت القب من موراها باش تشوفوا نصطو كيفاش جا، يعني خصو غير التعقيد دابا من بعد ما ساليته، وكتخلي واحد ربعه الصبعان ديال هاد التنيه هذه باش كتجي طايحه الجلابه بحال هكا. وهذا هما العقيدات، ندوزو للتعقيد. كنعبروا اما اربعه الصبعان بيديكم اولا ما بين 8 سنتيم حتى 10 على حسب الحله ديال الكول. انا نعبر غير بيدي هكا، جاتني اربعه الصبعان نيشان حد الطرزه، وغادي نبدا نلصق العقاد. كما قلت لكم 10 سنتيم اولا 8 اللي درت اربعه الصبعان كتجي 8 سنتيم. وكنشدو العقيدات كنقطعو وتنخلي لهم واحد الخيط شويه دايز باش ما واحد العلامه. انا حطيت الابره حد اللي غنبدا نلصق العقاد، وكنقلبو الثوب من الداخل كما كتشوفوا عندي راه الظهر ديال الطرزه، وكنشدو غير الحاشيه ديال هذيك الحاشيه اللي باينه على الواجهه، ما نديروش على الكفه، يعني هذاك المفتل اللي دايرينه الاول كاع هو. انا غنولي نتاكد من العبار، المفتل الاول هو اللي كنشدو منه شعيره وحده، يعني كتاخذوا منه فتله وحده، هو كيكون عنده بحال جوج بحال ديال الرانطه، يعني جوج خيوط كتشدو خيط واحد هو اللي كتلصقوا فيه العقيده. وكنثبتوا العقاد، يعني انا بالنسبه عندي غير ديال الجاكار كنشد ليهم الجهه ديال جوج خيوط، كنضربهم كنضربهم جوج ضربات، ونشد الجهه ديال جوج خيوط الاخرين ثاني نضربهم جوج ضربات باش كتثبت من جوج جهات. بهذه الطريقه كما متبعين معايا في الفيديو،
انا غادي نلصق غير شي عقيدات باش نوريكم الطريقه. لحقاش الا جيت نقز حتى نعقد الجلابه كامله ونفينيها غادي نتعطل. انا لصقت غير هاد ربعه العقيدات، كنتكي الطرسن او المفتل اللي غادي نتعقدو اللي تعقدو تجمعو به الجلابه، حكمته بالبره وعاد كتجيو من التحت وكتدوروا الفوق وتمو جايين ودوزوا للثانيه وتجيو تحت منها وتدوروا فوق منها وترجعوا حدا الاولى وتهبطوا عاد للثالثه، وكتجي بهاد الطريقه كما تبعتوا معايا في الفيديو، وكيجي الشكل ديالها بحال هكا. كما كتشوفوا معايا كنقادو القول والجهه ديال الجهه ديال القبله ملاقيه، وعاد كنتمو هابطين من التقويره وكنتمو هابطين قادين باش ما تجيناش الديكالاج، وكنقادوها بحال هكا باش الجهه اللي ما لاصقينش فيها العقد تنقادوها بهذه الطريقه هذه. عاد كنقادو العقاد معاهم وكنجيو من القفل داخل ونقلب العقاد يخرجوا لبرا هكا، وكنتكيهم وندير معاهم الحاشيه بحال هكا باش نبقى نشد المفتل اللي في الجهه اللي ما فيهاش العقد مع الجهه ديال الطراسل اللي شادين في العقد، وغادي كل وحده نضربوا فيها جوج ضربات في البدايه وجوج ضربات في النهايه ديال العقده، باش كتجي جوج ضربات في البدايه وجوج ضربات في النهايه باش كتجي مشدوده مزيان وكيجيو العقيدات واقفين. باش ملي نقلب غادي تشوفوا معايا الشكل ديالها كيفاش جا. الصراحه نتمنى من الله الا تبعتوا هذه الطريقه هذه، راه الطريقه سهله وتخيطوا الجليبه يعني بطريقه يعني ديال ديال المحترفين يعني ديال الخياطه اللي متعودين يخيطوا دائما، واخا تكونوا اول خطره غادي تخيطوا راه الطريقه سهله وزوينه. ونتمنى طريقه الشرح تكون واضحه، وهذا هو الشكل كيفاش كيجي على الوجه ملي تنقلبوا. انا نجلس حتى نكمل العقد غادي نوريكم الواجهه. نتمنى الفكره تكون وصلت، واي حاجه بغيت تسولوني عليها خليوها لي في التعاليق، او اي درس بغيتوه نشاركوا معكم مرحبا، والى فيديو قادم ان شاء الله. وهذه هي الطريقه كيفاش كتجي.